يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا القول إن القضاء والقدر سر الله؟ نعم نعم، هو سر الله، لا يمكن تفهم القضاء والقدر تماما من كل وجه، بل فيه أشياء لا يعلمها إلا الله، وأنت ما كلفت أنك تبحث بالقضاء والقدر، إنما كلفت أن تؤمن بالقضاء والقدر. أما أنك تبحث في مسائل القضاء والقدر وتغوص فيها لن تصل إلى نتيجة، عليك الإيمان بالقضاء والقدر. أما الغوص في أسرار القضاء والقدر هذا لا يعلمه إلا الله، ولن تصل إلى نتيجة. نعم.